وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث السياسي الفلسطيني محمود شجراوي. أهلا ومرحبا بك سيد محمود. بداية، في الجمعة الثانية من مسيرة العودة خرج الفلسطينيون بشكل مختلف من الاحتجاجات، كيف ترى فكرة الكاوتشوك وما تأثيرها على الاحتلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، يعني شعبنا الفلسطيني جرت العادة أنه يحاول أن يستخدم كل الموارد الموجودة لديه في المعركة. نعم. وفي الأسبوع الأول تم قنص أحد الشباب لأنه كان يحمل عجل كاوتشوك، فقرر الشباب الفلسطيني بعفوية إطلاق جمعة اسمها جمعة الكاوتشوك، أو يعني نقصد بها طبعا العجلات المستعملة للسيارات. فكانت استجابة الشعب الغزي حقيقة مذهلة، وتم جمع عشرات الآلاف من هذه الإطارات المستعملة، وتم جمعها في المنطقة الحدودية مع الاحتلال. واليوم كانت الصور والفيديوهات التي انتشرت كأفضل دليل على الاستجابة الشعبية لمسيرة العودة الكبرى. الحقيقة أن عملية جمعة الكاوتشوك أيضا يعني ترافقت مع بعض الإجراءات التي قام بها الأهل في غزة. فيعني تم نقل هذه العجلات إلى المنطقة الحدودية شرق خان يونس بمظاهر احتفالية، كأنهم يصفون عريس مثلا أو يحتفلون بزواج. فكانت السيارات والتكاتك، نحن نقول تك تك لسيارة النقل الصغيرة التي كانت تنقل هذه العجلات إلى المنطقة الحدودية كأنه في احتفال. نعم. أيضا يعني رأينا يعني مصابين من الجمعة الماضية كانوا موجودين في هذه الجمعة. طيب. أيضا نعم، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى سنوار صرح اليوم أن مسيرات العودة هذه هي حالة وطنية، لكنه توعد بالزحف القريب. كيف تقرؤون تصريح السنوار؟ أخي الكريم، الحقيقة يعني السنوار يعني تصريحاته متوافقة مع الشعب الفلسطيني ومع الهبة الفلسطينية، ولكن هذه الهبة وهذه المسيرة وهذا الاندفاع الشعبي لا يعني ليس لحركة حماس وحدها، إنما هو للشعب الفلسطيني كله، يعني كل الفصائل الموجودة. صحيح قد يكون حماس لها الزخم الأكبر وهي التي توافقت مع الشعب، وحضور القائد إسماعيل هنية في 30,000 كان له لعله يعني أثر كبير، وحضور السنوار اليوم أيضا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الفصائل الفلسطينية جميعا بدأت تنتبه إلى أن الشارع الفلسطيني يعني سيتحرك بها وبغيرها. مسيرة العودة الكبرى أخي لم تبدأها حركة حماس، ولكنها يعني تساوقت معها ويعني اتفقت مع برنامج المقاومة، وأصبح الشعب الآن يستخدم المقاومة السلمية. يعني في الضفة كان الرئيس عباس ينادي بالمقاومة السلمية، لماذا لا يسمح هو والسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الفلسطينية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أن يقوموا بمثل هذه الإجراءات التي قد تعتبر سلمية ليس فيها عنف. العدو الصهيوني هو الذي يستخدم العنف غير المبرر. اليوم فقدنا 8 شهداء، وفي الأسبوع الماضي حوالي 18 شهيد. لكن سيد محمود، هنالك حديث ناقلته صحيفة تطلق على نفسها اسم أورشليم بوست أن الاحتلال حذر حماس من تصعيد الاحتجاجات. برأيكم هل هذا يفسر عدم رد القسام حتى الآن على الانتهاكات الصهيونية ضد المتظاهرين السلميين؟ لا أخي الكريم، أنا أظن أنه طبعا لست ناطقا رسميا باسم القسام، ولست ناطقا رسميا باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس. نعم. ولكن الرد القسامي إذا كان سيحدث سيجلب حربا إسرائيلية على القطاع. وأنا أظن أن الإخوة في حركة حماس حريصون ألا يعني يزيدوا يعني الوضع الإنساني في غزة بؤسا. الوضع الإنساني في غزة أخي صعب جدا. إذن عدم الرد من قبل حركة القسام هو لحقن الدماء في قطاع غزة؟ يقينا هو لهذا. نعم. الأمم المتحدة اليوم أصدرت بياناً أعربت فيه عن قلقها ودعت إلى عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين. كيف يمكن أن تستفيد السلطة من هذا الموقف برأيكم؟ والله يا أخي الكريم، أنا يعني لست ناطقاً باسم السلطة، ولكن نحن كشعب فلسطيني لا نعول شيئاً لا على الأمم المتحدة ولا على مجلس الأمن ولا حتى على السلطة الفلسطينية، ولا نعول شيئاً
حتى على قرارات الجامعة العربية التي أصبحت قراراتها يعني لا تسوى الحبر الذي يكتب به، لأن العدو الصهيوني لا يلتفت لها ولا إلى قرارات الأمم المتحدة ولا إلى قرارات مجلس الأمن. العدو الصهيوني أخي يرعبه إشعال إطار واحد أكثر من قرار مجلس أمم أو مجلس أمن. العدو الصهيوني يخاف من طفل صغير يرمي عليه حجارة ويعتبره أخطر من الجيوش العربية. سيد محمود، أنت تعلم أن الأزمات التي تمر بها دول المنطقة هي التي دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إطلاق ما يسمى بصفقة القرن، لكن المفاجأة هي الحراك الشعبي الفلسطيني الذي جابها هذه الصفقة. برأيكم إلى أي مدى ساهم الحراك في إفشال هذه الصفقة؟ أخي، هذه الصفقة هي عبارة عن مؤامرة جديدة على القضية الفلسطينية ومحاولة لتصفية هذه القضية بالتغافل عن وجود الشعب الفلسطيني. هذه المسيرة ترسل رسالة ليس فقط إلى ترامب، لأن ترامب أخي الكريم ليس هو صاحب فكرة صفقة القرن، وإن كان هو يعني صاحب الجرأة الكبيرة بالإعلان عنها. هي رسالة إليه ولكل الزعماء العرب والأمراء الذين ظهروا في الأيام الأخيرة وأطلقوا تصريحات للتطبيع ولإبداء أن لهم مصالح مع الكيان الصهيوني واستعداد لتنفيذ صفقة القرن. هذه الصفقة أخي دفنت في رمال غزة تحت أقدام هؤلاء الذين قدموا إلى الشيك الحاجز أو إلى الجدار الحاجز بين غزة وبين فلسطين التاريخية. لأن إذا أنت شاهدت هؤلاء الآلاف أخي الكريم، هؤلاء جميعا مشاريع شهداء، كل واحد اقترب من الشهيد، اقترب من الأسلاك الشائكة، قدم إلى هذه المنطقة وهو لا يتوقع أنه سيعود إلى أهله وإلى زوجته وأبنائه. الجميع مشاريع شهادة. هؤلاء أخي هم الذين يحسب لهم العدو الصهيوني، ومراكز الإبحاث يعني تراقب هذه الأحداث بشكل جيد. هذه المسيرة التي أعادت القضية الفلسطينية إلى الطاولة من جديد، وأصبحت رسالة تحذير لمن يعني يزعمون أنهم سينفذون صفقة القرن وهكذا. من إسطنبول، الباحث السياسي الفلسطيني سيد محمود شجراوي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.